السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مرة أخرى في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. معكم الدكتور محمد صفحي وزميل الدكتور محمود رمضان عزام السيد. راح نتابع معكم حديثنا عن أساليب التوجه والحركة، وتحديدا عن التقنيات الحديثة في التوجه والحركة. الجهاز القادم هو جهاز موات، وهو عبارة عن جهاز صغير وخفيف يحمله الكفيف بيده، ويعتمد على التردد العالي لتحديد الأشياء ضمن حزمة صوتية ضيقة، حيث يصدر الجهاز اهتزازا عندما يعترضه جسم ما أو عام ما. يستخدم أيضا مع العصا البيضة الطويلة، وذلك لتحديد العلامات البارزة في المقاعد والمواقف والأبواب. أكثر من جهاز الآن تستخدم مع العصا العادية. كذلك جهاز راسل للاستطلاع الطريق، عبارة عن صندوق صغير يعلق على صدر الكفيف، وهو أحد أدوات الحركة، ويساعده على الإحساس بالحواجز التي توجد أمامه. كذلك يعتمد عمله على أساس حزمة من الموجات فوق السمعية، وعندما تصطدم بالحاجز فإنها ترد إلى الجهاز، فإنها كذلك يعتمد عمله على إرسال حزمة من الموجات فوق صوتية، وعندما تصطدم بالحاجز فإنها ترتد إلى الجهاز، حيث يتم تحويلها إلى صوت يسمعه الكفيف. يعمل بكفاءة عندما يكون الحاجز على بعد 7 أقدام. الكفاءة تقل كلما ابتعدت المسافة. جهاز بولارون، جهاز لمعاونة الكفيف، مصمم خصيصا للسماح لاختيار بين حمل الجهاز يدويا أو وضعه على الصدر. جهاز بولارون هو عبارة عن جهاز يقدم نفس الميزة التي يقدمها جهاز راسل، وممكن أن يحمله الشخص الكفيف في يده أو أن يضعه على صدره، وعبارة عن جهاز صوتي يساعد الكفيف في اكتشاف العوائق. نشكر لكم حسن استماعكم، ونلتقي في محاضرة قادمة.